أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في تقرير اليوم على أبرز الأحداث التي تأخذ مكانها في الأسواق، وبلا شك استفتاء كاتالونيا واستقلالها عن إسبانيا هو لعله أبرز الأحداث التي تؤثر على تعاملات الأسواق، حيث الأسواق الأوروبية اليوم على الرغم من ارتفاعات الأسواق الأمريكية التي كانت يوم أمس افتتحت على تراجع، معظم المؤشرات الأوروبية والأسهم الأوروبية تراجعت بنتيجة هذا الاستقلال الذي له طابع سياسي يؤثر على الكتلة السياسية للاتحاد الأوروبي. طبعا ننتظر اليوم مجموعة من البيانات المهمة فيما يتعلق بالمنطقة الأوروبية، ننتظر حديث لماريو دراغي، طبعا من المهم جدا متابعة هذا الحديث لأنه سوف يكون إليه أي تلميحات ممكن أن تعود إلى دفع اليورو بالاتجاه الصاعد. لن أتحدث فنيا، هناك القسم المخصص للفني، ولكن طبعا امتداد هذه الإشكالية في المنطقة الأوروبية السياسية لا نزال نسمع أصداؤها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم الآن نتحدث عن استقلال كاتالونيا، كل ذلك له تأثير على أداء اليورو وعلى الأسواق الأوروبية. في نبقى في أوروبا ولكن ألمانيا ومؤشر الداكس الذي واصل الارتفاع بنتيجة البيانات الإيجابية لقطاع السيارات بعد عطلة في الأسواق. طبعا كان هذا المؤشر، هناك يوجد عطلة في السوق. ما نريد أن نركز عليه أيضا خلال تعاملات اليوم، بيانات تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة بتقرير وظائف القطاع الخاص الأمريكي وإمكانية أن يضيف الاقتصاد أو القطاع الخاص الأمريكي 131 ألف وظيفة في الشهر الماضي سبتمبر. وبالطبع هذه القراءة مهم متابعتها للحصول على أي يعني بيانات إضافية أو إشارات إلى حول تقرير الوظائف الغير زراعية الذي سيصدر يوم الجمعة هذا الأسبوع. أيضا ننتظر قراءة ISM Non Manufacturing قطاع غير الصناعات التحويلية، قطاع مؤشر ISM، وكذلك ننتظر بيانات من طبعا صدرت بيانات استهلاكية خلال أو مؤشر أسعار المستهلكين، كان هناك بعض القراءات خلال التعاملات الفترة الأوروبية جميعها كانت مستقرة بعض الشيء. ننتظر في نهاية تعاملات اليوم كذلك مخزون النفط الأمريكي، من المهم جدا متابعة التغير في المخزون الأمريكي. وجولة الآن على أبرز المنتجات في الأسواق. نبدأ أولا كما عودناكم مع مؤشر الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي تلقى الدعم بشكل واضح خلال الفترة الماضية بالاتجاه الصاعد، ورأينا الدولار الأمريكي واصل الارتفاع وصولا إلى مستويات 94، وذكرنا بأن مستويات 94 تمثل مستويات مقاومة مهمة أمام مؤشر الدولار الأمريكي، وقد يكون هناك نوع من struggling وصعوبة في تجاوز هذه المستويات، وفعلا كان الارتداد. ولكن الملفت للانتباه أن مؤشر الدولار الأمريكي يعني ارتد من مستويات 93، ولكنه الآن حاليا كسر خط الاتجاه الصاعد لتقريبا كان موافق لمستويات 93.50، وسجل عندي تقريبا لو عند مستويات 93.32، حاليا هو عند 93.42، وفي محاولة لاختبار مؤشر أو خط الاتجاه الصاعد مرة أخرى، قد يكون هذا الكسر كاذب. لم يتأكد حتى الآن إذا ما كان هناك تداول عرضي أو هبوط، أو قد يكون هناك عودة للاتجاه الصاعد، ولو كان احتمال الاتجاه الصاعد ضعيف نوعا ما في الفترة الحالية على وجه التحديد. دعونا ننتقل إلى زوج اليورو دولار أمريكي الذي اليوم على وجه التحديد قد يكون على موعد مع تحرك قوي نوعا ما بناء على حديث ماريو دراغي. من المتوقع بشكل كبير أن يعطي بوستينج وزخم لتعاملات اليورو ماريو دراغي خلال تعاملات اليوم. اليورو حاليا هو عند مستويات 17.55 تقريبا، ويعني مستهدفات
الشخصية أراها عند مستويات 1.18-20 تقريبا على الأقل خلال التعاملات اليوم، وممكن يكون في عندي هذا المومنتوم بالاتجاه الصاعد. كل ما أحتاجه هو إغلاق حاليا شمعة 4 hours at least فوق مستويات 17.65 تقريبا، وعندها استهدافاتي كما ذكرنا عند 18-20، تليها مستويات 18-70 بالاتجاه الصاعد تقريبا. ذلك قد يحدث مع حديث ماريو دراجي أو مع أي بيانات سلبية قد تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال التعاملات اليوم. وأخيرا نذكر الذهب الذي يتقلب دون المستويات المستهدفة طالما كسر 1280 دولار للأونصة، فبالتالي الكفة تترجح بشكل أكبر إلى إمكانية هبوط في أسعار الذهب، حتى لو كان هناك بعض الزخم الطفيف بالاتجاه الصاعد، لكن الذهب هبط إلى مستويات 1268 دولار للأونصة يوم أمس، والآن هو عند مستويات 75، ولكن مع كسره لل 1280 دولار سابقا يعني أعطى موجة أو يعني أعطت هذا الانطباع بأنه الذهب في ترند هابط على الأقل تقدير في الفترة الحالية، ممكن أن يستهدف دون مستويات 68 بالاتجاه الهابط. بلا شك كان هناك نوع من الارتداد من مستويات 68 عم نشوفها حاليا أمامنا، ولكن ذلك قد لا يمنع أنه ممكن يكون عندي هبوط أكبر على أسعار الذهب، خصوصا إذا بقيت مستويات 1278 دولار للأونصة مستويات مقاومة على مستوى الساعة أمام مؤشر أو أمام أسعار الذهب. الارتداد منها قد يكون جيد جدا بحوالي 10 دولارات بالاتجاه الهابط نحو 68، وانتظار لكسر لمستويات 68، ذلك قد يكون مترافق مع بيانات إيجابية للدولار الأمريكي على وجه التحديد. وبالتالي نتحدث عن الاي اس ام ونتحدث عن النون فارم بيرول، هو الوحيد الذي قد يدعم ضغط يضغط الذهب بالاتجاه الهابط بشكل أكبر. هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم، أشكر لكم المتابعة، أتمنى لكم كل التوفيق والأمان في تداولاتكم.